في لجنة من البرلمان العربي بتتابع الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية. معانا على التليفون السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، أهلا بيك يا فندم. مرحبا، مساء الخير أخي الكريم. مرحبا بيك، ازيك؟ كله تمام؟ ايه الحمد لله، تمام الحمد لله بخير. يعني خليني هسأل، من واقع متابعتكم للانتخابات الرئاسية في مصر للفترة الرئاسية 2024-2030، ما الذي وجدتموه؟ ما هي ملاحظاتكم على الانتخابات؟ رؤيتكم للمشهد الانتخابي بشكل عام؟ يعني طبعا مع انتهاء عملية التصويت، احنا اولا طبعا نهنئ جمهورية مصر العربية والشعب المصري العزيز بنجاح الانتخابات الرئاسية، وهذا النجاح الباهر الذي طبعا بالنسبة لنا احنا محل تقدير كبير كبرلمان عربي. طبعا النجاح على رأسه هذا الإقبال الجماهيري الكبير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى التنظيم أمانة لفت نظري كذا شيء، والتنظيم كذلك كان جدا ممتاز على الرغم من الحضور الكبير للناخبين، إلا أن كان العملية سلسة والإجراءات سريعة وما يكون في هناك تعطيل. لذلك شفنا أن الناس الموجودين أو الناخبين الموجودين كان فعلا عندهم الارتياح، ولمثل أن الإقبال كبير، وهذا يبين تقدير الشعب المصري وثقافته بأن ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية. طبعا لفت نظري كذلك زيادة العنصر النسائي، السيدات عددهم كبير كانوا تقريبا بشكل متساوي مع الرجل، وهذه الأشياء اللي لفت نظرنا في الانتخابات. وأنا طبعا زرت كذلك حتى المحافظات البعيدة شوي، وكان فوجئت بالآلاف الموجودين أو الأعداد الكبير الموجودة في مراكز الناخبين، على الرغم أن تواجدي كان تقريبا بعد الظهر أو يعني الساعة 2 شوية، لكنه كان حضور جدا كبير. فطبعا البرلمان العربي يشيد بهذه الانتخابات ويشيد بحسن التنظيم. هي طبعا ليست أول انتخابات تابعنا قبل كذلك انتخابات رئاسية مصرية وبرلمانية وتعديلات دستورية، ورغبنا للدول العربية أخرى وغير دول عربية. فطبعا أنا اللي شفته أن الأمر إيجابي وأن الكل كان سعيد، وهذا طبعا بالنسبة لنا شيء مفرح كعرب محبين لجمهورية مصر العربية ولشعبها العزيز. أشكرك جدا سيد عادل، كل الشكر سيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، وده رأي رئيس البرلمان العربي من خلال متابعتهم كلجنة من البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر.